بيكم أصدقائي الأعزاء. معنا النهاردة صديقة جميلة بتسوي الرضا. صديقتنا الجميلة بسبب إصابة كانسر فقدت أحس القيادة بالكامل، وبرضا قوية إنسانة جميلة بتعيش صديقتنا الجميلة حياتها. صديقتنا الجميلة بتحاول إن هي تستعوض ثقل المدورة باستخدام طرف سنة. كل سعادة وإصرار وعزيمة بتحاول صديقتنا الجميلة إن هي تعيش حياتها تتغلب على إعاقتها باستخدام الطرف السماوي. أصدقائنا من ذوي الإرادة مهما واجهوا صعوبات وتحديات، قوة إرادتهم وعزيمتهم كل يوم بيثبتوا.